على مساحة تبلغ 580 دونما في بادية السماوات الجنوبية، نجح مزارعو المثنى بالاعتماد على تقنية التسوية الليزرية وتقنيات ري حديثة من تنقيط ورش محوري وثابت، وبدعم من زراعة المحافظة بتوفير الأسمدة ومختلف العلاجات، نجحوا في زراعة الذرة بنوعيها الصفراء للاستهلاك البشري التي تدخل في صناعات غذائية، والبيضاء التي عادة ما تكون علفا للحيوانات. من أهم هذه المحاصيل التي نركز عليها خلال المستقبل القريب هو زراعة الذرة الصفراء، وقد حققنا زراعة مساحة 580 دونم، بالإضافة إلى زراعة المحصول الذرة البيضاء العلفية، بالإضافة إلى إنتاج البذور، كذلك زراعة 60 دونم زهرة الشمس. مجمل هذه المحاصيل بهدف تعريف رؤية مديرية زراعة المثنى، بهدف تعريف فلاحي المحافظة بزراعة المحاصيل البديلة لديمومة المزرعة والحصول على موارد اقتصادية مهمة. لكن لا يخفى عليكم اهتمام مديرية الزراعة وانعكاس لاهتمام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء في ترشيد استهلاك المياه، لذلك أقامت مديرية زراعة المثنى حملات إرشادية مكثفة لغرض اقتناء تقنيات الري الحديثة، سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط. قلة المساحات المزروعة من هذا المحصول مقارنة مع باقي المحافظات يعزوها مهتمون لعدم وجود سايلو مختص بالذرة في المحافظة، ما دفع المزارعين إلى تسويق محاصيلهم إلى محافظات أخرى. الفترة الأخيرة نعاني من قلة زراعة هذا المحصول بسبب رئيسي يعود هذا القلة لسبب رئيسي، هو عدم وجود منفذ تسويقي في المحافظة. بوجود هذا المنفذ سوف يعني نتوقع زيادة المساحات المزروعة، بسبب أن الفلاح أو المزارع يسوق محصوله إلى محافظات بعيدة مثل الحلة، بغداد، صلاح الدين، مما أدى إلى انحسار هذه المساحة. وتبقى مطالبات المزارعين مستمرة في المحافظة، لا سيما المختصين بزراعة الذرة بأنواعها، بضرورة توفير سايلو خاص بهذا المحصول لمضاعفته في المواسم القادمة مع توفير الدعم الحكومي والتقنيات الحديثة. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية.